تعالى بقى نطبق كده البرنامج ده عشان نكون فاهمين كل اللي فات ده بشكل كويس، وده برنامج كويس هنطبق فيه على اللوب، وهندخل كمان فيه الاف كونديشنز بالسي اوت بالسي ان اوبريشنز بكل اللي احنا اخدناه قبل كده. احنا محتاجين نعمل ايه دلوقتي؟ محتاجين نستقبل رقمين من المستخدم واوبريتور معينه زائد ناقص فيه على او الميدلس او الريميندر، ثم بنحسب النتيجه. مش كده وبس، ده احنا كمان عايزين نسأل المستخدم بعد حساب النتيجة، هو انت محتاج عملية جديدة ولا لا؟ فانا لما أسأل المستخدم هقرر ان انا هستقبل منه رقمين واوبريتور تاني واحسب له النتيجة وهكذا. فانت بتستقبل رقمين وتحسب اوبريتور وتحسب النتيجة وبتكرر البروسيس لو المستخدم كان عايز ان هو يكرر العملية باستمرار بناء على إجابة سؤال معين بيس او نو او ترو او فولس او ايا كانت الإجابة هتكون ماشية ازاي. فنعمل الكلام ده ازاي؟ هنمشي واحدة واحدة. أول حاجة إحنا محتاجين نعملها هنستقبل رقمين وأوبريتور زي مكتوب قدامك، تو انتجر نمبرز وأوبريتور. التو انتجر نمبر خلاص أنت عرفت إكس وواي من نوع انتجر رقم صحيح. طب والأوبريتور؟ واحد من دول من القيم اللي قدامك دي وأي قيمة منهم هي عبارة عن حرف من الكيبورد فنقدر نعرفها في هيئة كاركتر، وبناء عليه نقدر نقول إن في عندي انتجر إكس والواي بالشكل اللي قدامك ده، وفي عندي كاركتر، الكاركتر ده هو السي اتش بالنسبه لي. ثم عايز استقبل القيم دي، بدل ما تعمل سطر سي ان لكل واحده على حده، يعني سي ان للاكس منفصله عن سي ان للواي منفصله عن سي ان للسي اتش، فاحنا هنعمل سي ان واحده نستقبل فيها الثلاثه مع بعض ونعملهم جمله سي اوت واحده فقط لا غير. ازاي الكلام ده؟ ونكتب سي اوت بالشكل ده، هقول فيها رايت انتجر نمبر، فاصبح ان السي اوت اللي انكتبت قدامك انا بقول فيها اكتب رقمين اتنين صحيحين واوبريتور من دول، واستخدم هنا في الجزئية دي بقول له استخدم سبيس افتر اتش انبوت وانتر في النهاية. وطبعا طالما احنا عارفين ان السي ان هنستقبل فيها الثلاث متغيرات فاكيد لازم يكون في ديليمتر او مسافة بينهم، عشان بناء على المسافة دي السي ان بتديتكت ان هي كل حاجة تم ادخالها هتاخدها في المتغير اللي عليه الدور. بناء عليه هيصبح ان السي ان بالنسبة لك هنا اكتب فيها استقبل الاكس ثم استقبل الواي ثم استقبل السي اتش بالشكل اللي قدامك. لما تيجي تعمل تنفيذ للكلام اللي انكتب لحد دلوقتي فهيقول لك دخل الرقمين الصحيحين والاوبريتور، وانا كنت عامل باك سلاش ان عشان ينزل عند يوز سبيس افتر اتش انبوت. الجمله الثانيه بس دي انا بوضح له هو لما يدخل الانبوت محتاج يضغط ايه من الكيبورد عشان يفصل بين كل انبوت والتاني، فانا بقول له افصل بين كل واحد والتاني عن طريق السبيس، ولما تخلص خالص اضغط انتر لان لازم في الاخر تعمل انتر عشان تكون انديكيتور ان خلاص انا خلصت عمليات الادخال كلها بالكامل. اكتب 10 ثم 20 ثم الزائد مثلا في مسافات بينهم ثم انتر، اوتوماتيك هو سحب ال 10 في الاكس 20 في الواي واكيد الزائد في السي اتش الخاصه بالاوبريتور. طيب احنا استقبلنا عشان نعمل ايه؟ عشان نكالكوليت الريزلت بالنسبه لنا، والريزلت بالنسبه لنا سواء هتكون جمع او طرح ضرب او اسمه او باقي الاسمه، فلان فيها خيارات كتير وانا هعمل واحده منهم مش كلهم مع بعض، يعني ممكن يكتب لي زائد فهجمع بس او هطرح بس وهكذا، فده احنا بنسميه سيلكشن ستيتمنت اللي احنا كنا بنشتغلها عن طريق الاف كونديشن او عن طريق السويتش. فنقدر نقول كده اف كونديشن على السي اتش شوف لي الكاركتر اللي دخل اذا كان بين سنجل كوتيشن كان الزائد، ساعتها احنا بنعمل جمله سي اوت عشان نعرض المجموع. فهتصبح حاجه بالشكل اللي قدامك ده، سي اوت ان الريزلت بيساوي المجموع، نفس اللي اتعمل في المجموع ده هيتعمل في الطرح والضرب والقسمه وباقي القسمه عن طريق عندك هنا اف، هتكتب تحت هنا else if كل حاله من الحالات المتبقيه. فاصبح ان باقي الكونديشنز بالشكل اللي قدامك ده في حاله الناقص احنا بنطرح هنا else if كانت حاصل السي اتش كانت فيه فانت بتعمل نتيجه الضرب، وهكذا بالنسبه للقسمه وهكذا بالنسبه لباقي القسمه. وفي كمان else في الاخر خالص بنقول فيها انه لو السي اتش كانت مش بتساوي اي اوبريتور من اللي فوق فاحنا بنعمل رونج اوبريتور بالشكل اللي قدامك ده. فلما تيجي تعمل تنفيذ دخلنا 10 20 وزائد فالنتيجه بتساوي 30 ولكن البرنامج قفل، فمش هو ده بالظبط اللي احنا كنا عايزينه، ده جزء بس من اللي احنا كنا عايزينه. اللي احنا كنا عايزينه بالكامل كان عمليه ريسيف الاول من المستخدم، هستقبل الرقمين والاوبريتور، بعد لما استقبلهم بنفذ الاف كونديشن عشان اعمل عمليه كالكوليت بحسب النتيجه بتاعتي، بعد لما بحسب النتيجه بأسك بسال المستخدم هل انت عايز تاني ولا لا، عايز تكرر العمليه تاني بعمليه حسابيه جديده ولا لا، فاختار لي اجابه من دول لا اما يس لا اما نو. اختصارا مش هكتبها يس ونو، هكتبها واي وان، اكن المستخدم بيكتب برضه حرف من الكيبورد، لا اما واي اللي هي خاصه بيس لا اما ان اللي هي خاصه بنو. بناء على السؤال ده هعمل بعدها ايه؟
لو قال لي يس فهطلع فوق عشان اعمل عملية تكرار. فانا في توصيفي للبرنامج اللي احنا عايزين نعمله ما قلتش هقرر الاول، قلت انا هستقبل، هكالكوليت على الاقل مرة اهو، ثم هسأله، ونتيجة السؤال ده هو اللي بيقول هل في تكرارات بقى هتبتدي تشتغل المرة التانية والتالتة وهكذا، ولا لأ مفيش أي تكرارات هتتم. فكلمة مرة واحدة بس دي أنت عارف مسبقا من الفيديو اللي فات إن معناها دو وايل، وبناء عليه الكود اللي قدامك اللي أنت عملته ده أنت هتحطه في دو وايل، ثم بعدها هيتبقى لك إنك تسأل السؤال وتستقبله. طيب الدو وايل خلاص عرفنا هنحط فيها مين، هنحط فيها الأكواد بتاعة الريسيف والكالكوليت اللي احنا لسه كاتبينها من شويه بتاعه السي ان وخلافه والاف الس اللي قدامنا دي. هيتبقى لنا بعد السطرين او بعد الجزئيتين بتوع الريسيف والكالكوليت ان احنا نكتب كود كمان زياده بيعمل عمليه الاصل وبسال فيها المستخدم اجين نيد انذر اوبريشن، انت عايز عمليه جديده كمان، جاوبني بحرف من دول يا اما واي يا اما ان. طيب مش ده معناه ان انت محتاج تستقبل الاجابه من المستخدم والاجابه هي حرف؟ إذا هستقبلها فين؟ هستقبلها في متغير جديد هنسميه مثلا أجين، حيث إن المتغير ده من نوع كاركتر، وقبل ما استقبل بسأل المستخدم السؤال اللي بيقول need another operation، أنت عايز عملية جديدة، فهنعمل الكلام ده بالشكل الآتي. كتبت الدوايل قدامك بالمنظر ده، طيب التكرار إمتى هيتم؟ هيتم إذا كانت إجابة المستخدم على سؤال بتاع التكرار كانت بحرف الواي. طيب والمتغير اللي إحنا نستقبل فيه الإجابة دي احنا اتفقنا ان هو من نوع كار لان انت بتستقبل واي او ان، فنقدر نقول كار سي اتش، وفي كمان معاها اجين، ده متغير جديد حيث ان اجين ده بيستخدم عشان نعمل عملية تكرار بالشكل اللي قدامك ده، فانا بكرر اذا كانت اجابة المستخدم هي بتساوي الواي. فدو دو مين؟ انك تستقبل، دو يعني استقبل بقى واحسب النتيجة بتاعة العملية الحسابية، ثم بعدها ابدأ اكرر طول ما الاجين كانت بتساوي الواي. بناء عليه الكود اللي احنا لسه كاتبينه من شويه نقدر نحطه هنا بالمنظر اللي قدامك ده، فاصبح ان انت بتقول دو مين، بسال المستخدم سؤال، دخل رقمين واوبريتور، ثم السي ان، ثم الاف كونديشن قدامنا بالمنظر ده، ثم بعد كده اللي بيتبقى لك هنا كده خلاص احنا خلصنا الجزئيتين اللي تحت بتاعه الريسيف والكالكوليت، متبقي لي بس ان انا استقبل بقى اجابه السؤال بتاع وانت عايز عمليه جديده ولا مش عايز. استقبل الكلام ده ازاي؟ عن طريق سي ان اجين، يعني بعد لما اخلص الحسابات كلها بستقبل قيمة الاجين واي ولا ان. اذا كانت واي هنزل في الكونديشن وهطلع تاني اعمل عملية تكرار، اذا كانت ان مفيش اي تكرار هيحصل. طبعا انت عارف مفيش سي ان من غير سي اوت، لازم قبلها اقول هو انا مستني منك ايه، فالطبيعي ان احنا بنكتب هنا جملة سي اوت، اكتب له حاجة بالشكل ده، بقول له انت عايز عملية جديدة، اكتب واي عشان تكون انديكيتور على يس ان انت عايز، او اكتب ان عشان تكون انديكيتور على نو لو انت مش عايز. وطبعا عشان دي سطر سي اوت هيحصل امتى؟ هيحصل بعد النتيجة بتاعتي، فده معناه انه النتيجة بتاعتك لما تيجي تحصل هتلاقي ان النتيجة لازقة في السطر ده زي ما انت شايف بالشكل اللي قدامك ده. كتبت 10 ثم 20 ثم زائد وعملت انتر، قال لك ان النتيجة هنا بتساوي كام؟ النتيجة هنا بتساوي 30، ثم سؤالك او السؤال اللي بيقول هو انت عايز عملية جديدة لزق في النتيجة. ليه لزق في النتيجة؟ لان احنا مش كاتبين هنا اي باك سلاش ان بين الاتنين. طب ازاي انزل سطر جديد؟ عندك احد الخيارين، يا اما بعد الجمع والطرح والضرب والاسمه وباقي الاسمه في اخر السي اوت تعمل اند لاين او باك سلاش ان، او ان انت تيجي قبل بدايه السطر بتاع نيد انذر اوبريشن تعمل باك سلاش ان بالشكل اللي قدامك ده. فلما تيجي تعمل تنفيذ للكود هتلاقي ان الدنيا بقت منظمه بشكل اكبر، 10 ثم 20 ثم زائد، فالاجابه 30. ثم سالك سؤال، انت عايز عمليه جديده؟ لو انا كتبت واي هيبدا يسالك دخل لي ارقام جديده، كتبت 2 ثم 5 ثم في، ثم النتيجة بتساوي 10 وهكذا. لو انت كتبت ان هيخرج عادي جدا بالشكل اللي قدامك ده، ويبقى انت كده عملت البرنامج. ولكن لسه في عندك مشكلة بسيطة جدا هوريها لك دلوقتي في تنفيذ جديد. انا كتبت 10 و20 وزائد، ثم سألني انا دلوقتي مش عايز اعمل عملية تكرار، عشان ما اعملش عملية تكرار هكتب ان، مظبوط؟ طب لو انا ما كتبتش ان، كتبت حاجة تانية مثلا زي الدي، ايه اللي هيحصل؟ لو انت كتبت الدي وتلاقي برضو ان هو خرج بره التنفيذ. زي ما انت شايف ان التكرار هنا بيقول ان انا بكرر بس اذا كانت الاجابه بتاعتي بتساوي الواي. طب هل في حاجه هنا بتعمل فاليديشن وبتمنعني من ان انا اكتب حاجه تانية غير الواي وغير الان؟ مفترض اجبر المستخدم انه يكتب واي او ان فقط لا غير، واي عشان يكرر وان عشان يطلع. طيب لو كتب لي حاجه غير الواي والان لازم اقول له اللي انت كاتبه ده غلط، من فضلك اكتب لي او رد لي لحاجه من الاثنين، لا اما واي لا اما ان. فاعمل الكلام ده ازاي؟
اذا محتاج قبل ما انزل تحت على التكرار اللي قدامك ده، محتاج هنا كوبري جديد يتعمل او لاير جديد يتعمل خاصه بعمليه الفاليديشن. الفاليديشن على مين هنا؟ فاليديشن على قيمه الاجين. فانا محتاج هنا اقول للمستخدم طول ما كانت الاجابه بتاعتك هي مش واي ومش ان، فانت من فضلك دخل لي القيمه الصحيحه، ثم استقبل منك تاني القيمه الصحيحه واجبرك انك تدخلها. اصبح ان انت هتكتب كود بالشكل اللي قدامك ده، بقول له قبل ما تنزل تعمل تكرار، لا اتاكد لي الاول هي الاجين دي هي بتساوي الواي والان ولا لا، لانها لو كانت مش بتساويهم، يعني طول ما هي مش بتساوي الواي وفي نفس الوقت كمان مش بتساوي الان، كاتب لي حاجه غير الاثنين. فانا بقول للمستخدم اللي انت كاتبه ده غلط، من فضلك انت مسموح لك تكتب لي فقط واي لليس وان للنو، ثم بعمل عمليه انتظار عشان يكتب لي الواي او الان تاني. كتبهم صح خلاص، هعدي الفاليديشن اكتمل وبنزل تحت اشوف بكرر ولا مش بكرر، ضامن بعد السطر ده كده بعد الوايل ان الاجين فيها لا اما الواي لا اما الان. طيب كتب لي حاجه غلط، فتلاقي ان اللوب ده شغال الى ما لا نهايه لحد لما تدخل القيمه الصحيحه. بناء عليه لما تيجي تعمل تنفيذ للكلام ده، دخلت 10 ثم 20 بالمنظر اللي قدامك ده ثم الزائد، تمام. طيب انا مش عايز اكرر تاني، فعملت حرف الدي، ايه اللي هيحصل؟ قال لك ايرور، لازم تكتب لي واي او ان فقط لا غير. كتبت الاي نفس الكلام، كتبت اليو نفس الكلام، كتبت الواي بيكرر عادي جدا، ادي الاثنين والثمانية حاصل الضرب 16. ثم عايز تمنع التكرار خلاص وعايز توقف، مش مسموح لك غير ان انت تكتب حرف الان فقط لا غير عشان تخرج. فيما عدا ذلك زي ما انت شفت كان بيقول لك اللي انت كاتبه ده غلط، من فضلك دخل القيمة الصحيحة الا وهي من الحروف بتاعة الواي والان فقط لا غير.